موفدنا. طبعا فاروق صلاح النهارده يعني موفد قناه النادي الاهلي مع فريق النادي، طبعا مع فريق النادي الاهلي للنيجر. عايزين نطمن منه طبعا على النهارده اليوم دار ازاي يا فاروق، اهلا بيك، وطمنا على بعثه فريق النادي الاهلي، كمان طمنا على يعني خلاص اليوم بينتهي، طمنا على التدريب الرئيسي بكره للفريق، هل هيتم في الملعب الرئيسي اللي هتلعب فيه المباراه ولا لا؟ لانه في طبعا معلومات النهارده بتقول انه الملعب هيستضيف مباراة للكونفدرالية، طمنا بشكل تفصيلي. كل التحية ليك يا زميلتي العزيزة سام صالح، كل التحية للكابتن هاني رمزي، وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمة نيامي، مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي. يعني السؤال المهم اللي سألتيه يا سهام الخاص بالاستاد اللي هيستضيف أحداث اللقاء، وهو استاد سيني كورينشي، الاستاد اللي هيستضيف مباراة الذهاب اللي هتجمع ما بين النادي الأهلي ونادي سونيديب في دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا. هو بالفعل كان من المقرر ان النادي الاهلي يؤدي مران والاخير عليه غدا ان شاء الله على هذا الملعب طبقا طبعا لقواعد او قوانين الاتحاد الكاف لكره القدم، ولكن لظروف اقامه مباراه في دوري الدور التمهيدي ايضا للكونفدراليه بتجمع ما بين جين ديراميري ناتشونال بطل نايجر وشبيبه القبائل الجزائري، تقرر ان النادي الاهلي يؤدي مرانه الاساسي والرئيسي على الملعب اليوم. يعني كان اول مران للنادي الاهلي في النيجر هو المران الاول والاخير ايضا على استاد سيني كونيتشي اللي هيستضيف احداث اللقاء، لان من المقرر انه هيستضيف غدا مباراه في الكونفدراليه، وبالتالي النادي الاهلي ادى مرانه عليه اليوم. غدا ان شاء الله النادي الاهلي هيؤدي مرانه على احد الملاعب التابعه للاتحاد النيجر لكره القدم، وهو اتحاد المركز الاقليمي للنيجر، هيستضيف احداث تدريب، هيستضيف تدريب النادي الاهلي، بينما استاد سيني كونيتشي اللي بيتسع ل 35,000 متفرج هو اللي هيستضيف احداث اللقاء يوم الاربعاء القادم، ليكون في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت النيجر، الرابعه بتوقيت القاهره. اطمنك ايضا على البرنامج اليوم او حاله لعب النادي الاهلي، خلاص احنا عارفين ان احنا النادي الاهلي خلاص عندنا تحدي جديد وعندنا بطوله جديده. النهارده لعيب النادي الاهلي تناول وجبه الافطار في تمام الساعه 9 صباحا، ثم كان المسحه الطبيه الخاصه بالاتحاد الافريقي ووجود سعيد الحسيني المراقب الطبي للاتحاد الافريقي لمتابعه الاجراءات الخاصه بالمسحه الطبيه الخاصه بلاعبي النادي الاهلي. عقب اجراء المسحه الطبيه كانت هناك وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 1:30، ثم كان في اجتماع ومحاضرة عبر تقنية الزوم بتجمع ما بين مستر بيتسو موسيماني ولاعيب النادي الأهلي والجهاز الفني للنادي الأهلي. كان حريص طبعا مستر بيتسو موسيماني انه يطمن على اللاعبين ويتكلم في بعض الامور الفنية الخاصة بتشكيل الفريق والخاصة بالتدريب اليوم. يعني من ابرز النقاط المهمة جدا هي طبعا نقطة مركز 10 في النادي الأهلي في ظل غياب محمد مجدي قفشة وناصر ماهر وغياب وليد سليمان، كانت هي يعني نقطة المحور الأحداث المهم في الحديث، خاصة أن الأهلي بيفكر هل هيلعب بثلاثة في منتصف الملعب أم مين هيحل مركز 10 في النادي الأهلي في اللاعبين، أو النادي الأهلي يلعب باثنين رؤوس حربة. كلها أمور وكلها يعني أمور بتطرح من قبل مستر بيتسو موسيماني مع أفراد الجهاز الفني والمسؤولين، وطبعا ده مبدأ النقاش اللي طبعا مستر بيتسو موسيماني دايما فاتحه مع اللاعبين. ثم عقب الاجتماع كان توجه اللاعبين لاداء المران الاول في نيامي او في استاد سيني كونيتشي. حاله اللاعبين نقدر نقول حاله مطمئنه. احنا كمان يعني خلال اللحظات او خلال يعني الوقت القادم هيكون نتيجه المسحه الطبيه الخاصه بفريق النادي الاهلي، هتظهر النتيجه خلال الساعات القادمه بمشيئه الله. ان شاء الله نتمنى تكون يعني ان شاء الله النتيجه سلبيه ان شاء الله وكل اللاعبين يكونوا جاهزين. طبعا النادي الاهلي بيعاني من غياب رامي ربيعه وعمرو السلاي ومحمد مجدي قفشه، ايضا ناصر ماهر ووليد سليمان وجونيور اجاي، مجموعه من اللاعبين. نقاط المهمه ايضا يا سيام، عايز اكلمك على تناول وسائل الاعلام هنا في النيجر لتواجد والنادي الاهلي، والجميع هنا بيرحب طبعا بالنادي الاهلي في كل مكان، الجميع بيتحدث عن النادي الاهلي وان النادي الاهلي بطل افريقيا. كلينا حديث مع بعض الصحفيين هنا في النيجر يعني كل الحديث بيدور حول قوة النادي الأهلي وأن النادي الأهلي يبقى دائما وأبدا هو المرشح الأول للبطولة. فريق سونيديب فريق حديث العهد اللي تأسس عام 2014، عندهم أمنيات طموح وفرحة أن هم هيلعبوا النادي الأهلي،
رئيس النادي مستر محمد تشيجا كان حريص ان هو النهارده يزور فريق النادي الاهلي ويزور بعثه النادي الاهلي ويلتقي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ويطمن على الفريق. الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا يعني بذل كل ود وكل احترام، وكان سعيد جدا محمد تشيجا بهذه الزياره. واتكلم كابتن سيد، قال ان كره القدم هي 90 دقيقه، ولكن ما يبقى هو بعد ما بعد 90 دقيقه. وكان حريص رئيس النادي ان هو يطلب ان العلاقات ما بين الاهلي وسونديب تمتد تماما يعني بعد ال 90 دقيقه او بعد مباراه الذهاب ومباراه الاياب. ايضا الكابتن سيد نقل له شكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وان ان شاء الله هيلاقي المعامله بالمثل وافضل ان شاء الله في القاهره. حاله اللاعبين مطمئنه، كل اللاعبين ان شاء الله جاهزين لهذا اللقاء. الجميع بيعي قيمه هذه المرحله ويعي قيمه المباراه، عدم الاستهانه بالخصم، خاصه ان الفريق سونديب يعني حقق الانتصار في الدور ال 64 على ملعبه على بطل مقديشو بهدفين، ثم حقق الانتصار خارج ملعبه في مباراة الإياب في الصومال بهدفين مقابل لا شيء. النقاط المهمة أيضا طاقم التحكيم الغاني اللي هيدير أحداث اللقاء النهاردة، كان يعني عقب التدريب وبيشوف أرض الملعب. طاقم التحكيم اللي من غانا بيضم دانيال لاريا وبول دانيال لاريا حكم الساحة، هيعاونوا في اللقاء بول كودزو وكواسي أتشيمبونج، والحكم الرابع أداري عبد اللطيف. وبالمناسبة هو واحد من الحكام المميزين في غانا، واحد من الحكام القائمة الدولية اللي بتضم 22 حكم دولي في غانا، وهو حكم دولي منذ عام 2014 الجميع بيشيد بيه. وبالمناسبة هو أيضا بيعمل في كمدير مبيعات في أحد شركات المواد الغذائية. كان ليه حديث معاه، وهو طبعا عارف أهمية اللقاء وعارف قوة النادي الأهلي وعارف إن النادي الأهلي هو بطل إفريقيا في النسخة الماضية. ان شاء الله كان يعني نقدر نقول كل الظروف مهيئه في ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه، لكن النقطه الوحيده اللي كان عليها كلام كتير النهارده ارض الملعب. يا كنت لسه هسالك، يا فاروق كابتن، كنت لسه هسالك نوعيه ارضيه الملعب، لان ده بيأثر فنيا شويه داخل الملعب. نوعيه ارضيه الملعب عامله ازاي؟ وكمان الاجواء نفسها، انتوا اتمرنتوا او الفريق اتمرن في ميعاد المباراه ولا كان في ميعاد مختلف عن المباراه؟ الفريق اتمرن في ميعاد مختلف عن المباراه، يعني التمرين كان في تمام الساعه 4:30، لان الفريق شبيبه القبائل كان بيؤدي مرانه ايضا على الملعب، ولكن في تمام الساعه 3:30، فتم يعني تاخير ميعاد النادي الاهلي للساعه 4:30. ميعاد المباراه هيكون في تمام الساعه 3 عصرا بتوقيت النيجر. ارض الملعب يا كابتن هاني طبعا يعني حاله من الاستياء من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي امصان على ارض الملعب، طبعا ارتفاع عالي جدا في نجيله الملعب، ايضا وجود مطبات يعني في انا شايف قدامي يا فاروق في مطبات بالظبط، يعني كمان الكره عشان تمشي على الارض بيكون في صعوبه صعوبه في السيطره شويه. احنا عارفين كمان النادي الاهلي متعود يلعب الكره على الارض، بيبني من تحت شويه، فدي محتاجه ارضيه. شايفين قدامنا دلوقتي الارضيه غير مناسبه، لكن كلنا ثقه طبعا في النادي الاهلي، لكن ده من الحاجات اللي بتقلق اللعيبه بشكل كبير، لانها بتاثر على المستوى الفني مفيش شك. يعني بالظبط كلامك، مش هزيد على كلامك اللي قلته يا كابتن هاني، طبعا كلام صحيح 100%. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي احنا يعني ده امر معتاد خاصه في الادوار التمهيديه، ان نوعيه الملاعب في جنوب في القاره الافريقيه بتكون بهذا الشكل في كتير من الاحيان. احنا بنملك الكثير، لعبتنا بتملك الكثير من الخبرات والشخصيات اللي هي تتعامل مع ارض الملعب، لكن طبعا انت عارف ان زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني، النادي الاهلي بيلعب الكره، عمليه التحضير والكره اللي بيعملها والتدرج والنقل التدرج بالهجمه، من الممكن ارضيه ارض الملعب تعيق النادي الاهلي عن تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه، ولكن يعني الجهاز الفني ان شاء الله هيقدر يتعامل مع نوعيه ارض الملعب. لانها يعني انا عايز اقول لك يا كابتن هاني، انا نزلت ارض الملعب وشفت الموضوع صعب جدا، يعني امر صعب جدا. اللعيبه عندها خبرات يا فاروق، لكن ان شاء الله احنا كلنا يعني على مستوى عندها خبرات في مستوى النادي الاهلي على مستوى الدولي مع المنتخبات. كنا ساعات والنادي الاهلي طبعا معظم لعيبته في المنتخب بيروحوا يمكن مناطق اصعب من كده، يعني ان شاء الله مش هتكون عائق، وان شاء الله باذن الله كل يتواجد في الملعب ان شاء الله يؤدي بشكل جيد. لكن اخر سؤال، نتمنى التواصل كمان معاك، عايزين نطمن على، انت قلت لي يمكن نتيجه المسحه هتكون خلال ساعات، لو ان شاء الله يعني خلال برنامجنا هنا في البيت الكبير نتواصل معاك وتطمنا كمان على نتيجه المسحه ان شاء الله. يعني
بمشيئة الله كابتن هاني ان شاء الله يعني تطلع الملعب مسحه سلبيه ان شاء الله، ويعني اتواصل مع حضرتك ويطمنك ويطمن كل جماهير النادي الاهلي. ايضا اقول لك ان بكره ان شاء الله يكون في اجتماع فني في تمام الساعه 10 صباحا خاص بالمسؤولي النادي الاهلي ومسؤولي سوني ديبا، يكون في مقر الاتحاد كره القدم لدوله النيجر اللي بيقع يعني بجوار الفندق، بيبعد عن الفندق بخمس دقائق. النقطه المهمه ايضا ان الملعب اللي يستضيف احداث بيبعد عن مقر اقامه النادي الاهلي بسبع دقائق او ثمان دقائق، وده من الامور المهمه جدا اللي تحسب للنادي الاهلي. والكابتن سيد عبد الحفيظ اختيار الفندق في يعني تقدر في منطقه قريبه جدا سواء من المطار او من الملعب اللي يستضيف احداث اللقاء. ان شاء الله النادي الاهلي هيؤدي مرانه الاخير غدا ان شاء الله في تمام الساعه 3 عصرا على الملعب الاقليمي للاتحاد الدولي لدوله النيجر. ان شاء الله الله يبقى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي ان شاء الله، ونحقق نتيجه ايجابيه باذن الله. كابتن فاروق كلمني عن الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه بتتم ازاي؟ ازاي بيتم تعقيم غرف اللعيبه في الفندق؟ يعني خلينا اقول لك سهام، طبعا النادي الاهلي بيصطحب معاه طبعا يعني منذ جائحه الكورونا وكوفيد 19 النادي الاهلي بيصطحب احد العمال المسؤول تماما عن مهمه التعقيم ومتابعه كافه الاجراءات الاحترازيه. يعني بصراحه في كل مكان عمليه التعقيم بصوره مستمره، سواء في غرف اللاعبين، سواء في اماكن المحاضرات، سواء المطعم او اي اماكن يتواجد فيها لاعبي النادي الاهلي بيتم فيه عمليه التعقيم بصوره مستمره واتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه. ايضا من الامور اللي هي اللي يعني بيشدد عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ ارتداء الماسك من لاعبي النادي الاهلي في كل مكان داخل، سواء يعني في يعني اثناء النزول الى وجبات الافطار او الغداء او العشاء او اثناء الاجتماعات او النزول للتدريب. ايضا تجديد من قبل مسؤولي الفندق ايضا على هذه الامور، طبعا متابعه كافه الامور ايضا في ملاعب التدريب وتعقيم الباص الخاص بلاعبي النادي الاهلي. هناك تجديد تام. طبعا انا عارف والكابتن هاني عارف حجم الدور الكبير جدا اللي بيلعبه الكابتن سيد عبد الحفيظ. يعني نقدر نقول السفريه من يعني مش هنقول من اصعب السفرات، لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ دايما اهل لهذه المسؤوليه والماموريه. طبعا بيتولى هذه الامر خاصه عدم وجود يعني عدم حضور استاذ محمد الضماطي رئيس عضو مجلس اداره النادي الاهلي والمكلف برئاسه البعثه لايجابيه مسحه كورونا، وبالتالي الامور كلها كل فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ. ايضا اثنين اداريين طبعا زمان كابتن هاني عارف وحضرتك عارفه وجماهير النادي الاهلي، كابتن ماهر عبد العزيز ورأفت ابراهيم، كلها امور يعني بيحملها على عاتقه الكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا نتمنى له كل التوفيق ونوجه له كل الشكر يعني ان شاء الله. اكيد بنوجه الشكر طبعا للكابتن سيد، ربنا يكرمنا بكل خير. وجه لنا طبعا الشكر للكابتن سيد، بيقوم بمأموريه اكتر من رائعه، وهو سيد اداه وقدود بصراحه يعني وجوده على المستوى الاداري ودلوقتي كمان كرئيس للبعثه، يعني ده مطمنا بشكل كبير جدا. اخر سؤال ليك يا فاروق، ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب بالطقم الرسمي بالزي الرسمي للنادي الاهلي اللي هو فانيلا حمراء شرطة ابيض وشراب احمر، ولا في تغييرات؟ لا خليني اقول لك يا كابتن هاني، يعني ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب بالزي الرسمي. فريق سوني ديبا يرتدي الزي الازرق، هيبقى الزي المميز لفريق سوني ديب. النادي الاهلي هيكون بالزي الاحمر، يعني هذا الامر ما فيش عليه نقاش او خلاف، ولكن هو سيحسم بصوره يعني تقدر تقول بنسبه 100% غدا في الاجتماع الفني، ولكن ما فيش تعارض ما بين الوان فريق النادي الاهلي والوان فريق سوني ديب. ان شاء الله يعني هذه الامور هتحدد في الاجتماع الفني، لكن زي ما قلت لك ما فيش اي تعارض ما بين الوان فريق النادي الاهلي الزي الارداء الاحمر، فريق سوني ديب بيرتدي الزي الازرق في ازرق، النادي الاهلي بيرتدي الزي الاحمر في الابيض. فان شاء الله النادي الاهلي هيكون بزيه الرسمي، فريق سوني ديب هيكون بالرداء الازرق. شكرا ليك يا فاروق، تغطيه خاصه مميزه كالعاده، ان شاء الله نطمن من خلالك على بعثتنا، بعثه النادي الاهلي طبعا، فريق النادي الاهلي من خلالك، خلال طبعا يعني مشوار الفريق في النيجر. شكرا جزيلا ليك، وصل لنا كل التحيه لكل الناس اللي هناك. شكرا شكرا يا فاروق، شكرا جزيلا.